زملاء الجيران الاصدقاء الاخوه الاخوات حييكم بكل تحيه بتحبوها صباح الخير مساء الخير سعيده يوم سعيد شهر سعيد سنه سعيده السلام عليكم وعليكم السلام كل هذه التحايا اللي احنا بنحبها بنحب لكم الهنا والسرور والسعاده باذن الله سبحانه وتعالى حلقه اليوم بنتكلم فيها عن التوازن التوازن في الحياه في الغرب التوازن مش فقط في الحياة في الغرب التوازن في الحياة بعموميتها حتى في الحياة في الشرق حياة في الجنوب حياة في الشمال حياة في كل حتة التوازن شيء أهم جدا في قدرتك على إدارة الأمور سواء كان في العمل كان في الدراسة كان في كل شيء التوازن في الأعمال في الحب في الاهتمام حب من أولادك التوازن في توزيع الأموال في الاستجابة لطلبات الناس في توزيع الوقت بتاعك في الانفاق في اعطاء المساعدات في الاموال اذا إز... انت أعطاء قبل كده توزيع الاوقات لو كنت انت متجوز اكتر من زوجة آه في توزيع حتى الاوقات على اولادك الاموال على اولادك الحب على اولادك الى اخره وعلى أو اولادك وفي تقديم الخدمات المجتمع مش فقط التوازن في الغرب طيب الحياة كلها ادوار ادوار ما فيش حد بيعيش في الدنيا دي برغبته او بدون رغبته الا لما يكون عنده دور فيها دور فيها شاء ام ابى من اهم الادوار اللي احنا بنراها في الحياه هي في الاسره لان الاسره زي ما انا قلت قبل كده هو هي العمود الاساسي في بناء كل شيء في المجتمع بناء النشء بناء الجيل بناء الثقافه بناء القيم بناء المجتمع بناء الحضارة بناء المسيرة بناء الايه النهضة اما ننظر للأسرة اللي هي فيها زوج وزوجة كلمت عليها في الحلقة اللي قبل كده الزوج ليه دور والزوجة ليها دور قد يكون دور الزوجة في داخل الأسرة أهم بكتير جدا من دور الزوج لأن الزوجة هنا هي اللي هي الأم اللي بتكون الحاضنة الجاذبة الحاضنه الجاذبه المجمعه لابنائها الداعيه لابنائها المعلمه لابنائها فلذلك دور الام في الاسره مهم جدا 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 وعلى الزوج يختار الام التي تستطيع ان تتحمل المسؤوليه ليست الام التي تهرم المسؤوليه وكذلك على الام عليها ان تتزوج الاب او الزوج القادر على تحمل المسؤوليه. والاثنين بيحملوا مسؤوليه بناء اهم مؤسسه مجتمعيه مدنيه في المجتمع. ده الدور بتاع ايه؟ الاسره. ثم ايه هو دور العائله الكبرى؟ اللي هي الخلان واللي هي الاعمام واولاد الخلان والاعمام الاجداد الى اخره. ليهم دور بيقوموا بيه تجاه الاسره في المحافظه عليها وتجاه الابناء والاحفاد في المحافظه عليهم كذلك. دور الجيران ما انت اما بتا... تروح تسكن في حته بيقول لك الدار سوري الجار قبل الدار مش لان الدار حلوه ورخيصه تبقى انت ساكن في حته موبوءه بالاصدقاء السوء دور الجيران اللي حواليك هل هم جيران طيبين او جيران سيئين دول الاصدقاء بتوعك انت بتختارهم لما بيخش بيتك بيقعدوا مع اولادك سواء كان ده في مجتمع غربي او مجتمع غير غربي هشجعها ملهاش دعوه أولاً بالمجتمع دول الزملاء بتوعك وانت في الشغل وانت في العمل وانت في الدراسه ها اللي لك بردك اللي هتقعد معاهم اللي هيتعرضوا لزوجتك ولاولادك الى اخره دول التعليم اللي انت بتعلمه ولادك التعليم الحكومي شيء والتعليم التكميلي شيء تاني والتعليم البديل شيء ثالث، والتعليم الوهابي شيء رابع يبقى انت ما تعتمدش فقط لاولادك على التعليم الحكومي اللي هو التقليدي أو ما, 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 تؤهلش نفسك فقط بالتعليم اللي انت تعلمته في الجامعة فقط لازم تأخذ معرفيات أخرى علشان تجعلك قادر على الترقي في العمل اللي انت بتقوم به دول المؤسسات الدينية لابد يكون لها دور سواء كان في الغرب أو في الشرق دول المنصات الحوارية اللي هي حديثا كتير دلوقتي أصبحت بالملايين دلوقتي بعد إيه ثورة الاجتماعية ثورة المعلوماتية واللي هو التواصل الاجتماعي دول مؤسسات المجتمع المدني اللي بتخدم المجتمع من اسفل لاعلى واللي بتربط ما بين القواعد المجتمعيه كلها مع بعضها البعض ليها دور كل دي ليها دور دول المؤسسات الثقافيه اللي احنا هنبنيها ولابد ان نبنيها سواء كنا في الغرب او في الشرق دول المؤسسات الفكريه اللي هي بتكلم عنها لابد نبنيها لابد يكون عندنا مؤسسات تفكر لنا مؤسسات تحافظ على الثقافه مؤسسات تخدمنا سواء كان في الغرب او في الشرق إن أصبح دلوقتي بعد ثورة التواصل الاجتماعي الغرب والشرق بقوا إيه حتة واحدة. دول مؤسسات البحثية الأكاديمية اللي هتطلع لنا المعلومة الصحيحة. طلعنا الكلمة الصحيحة، التوجه الصحيح، دول المؤسسات السياسية اللي إحنا المفروض نحاسبها على إنها بتقوم بيها أو ما بتقومش بيها دول المؤسسات الاقتصادية كذلك، نحاسبها ونراجعها وننميها ونقويها ونعدل مسارها. دول كتل حرجة يعني ايه كتل حرجة يا شباب يعني في كل مجتمع في مجموعة من الناس زيكم كده بنسميه انسان كريتيكال او انسان حرج يعني ايه حرج يعني مفكر يعني مبدع يعني عنده رؤية يعني عندها ر... عندها رسالة آ... عندها قيمة كل الحاجات دي كلها بتجعل من الشخص هذا بتجعل من المرأة هذه او من الشاب هذا انسان حرج يستطيع ان يفكر واستطيع ان يقوم بمسيره التغيير حتى ولو كان وحده حتى ولو كان وحده فبالتالي الكتل الحرجه اللي بتتكون من افراد حرجين لن تنمو يا شباب الا في ظل وجود مساحات حريات مدنيه متاحه تسمح لهؤلاء الافراد ان يتحولوا الى كتل حرجه اللي احنا بنحملهم ايه كتل حرجه بنسميها ثينك تانك انا اتكلمت عنها قبل كده يبقى الشخص الحرج اللي هو الكريتيكال يتحول الى كريتيكال ماس اللي بتعمل ايه ثينك مؤسسات فنيه والدراميه الفن والدراما والادب والشعر والتاريخ والحاجات دي كلها مهمه 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 حذاري ان نهملها وتاتينا فنون وثقافات ودرامات تضيع ثقافه وقيم واخلاق المجتمعات اللي فيها مؤسسات شبابيه لابد الشباب يلعب رياضه ويكون عنده خروج لمخاطرات جهوية في كشفيه في في المخيمات الى اخره، عشان يخشوشن الرجل او يخشوشن الشاب والشابه. كل هذه الاشياء مهمه جدا جدا في دور دورنا سواء كنا عايشين في الغرب او كنا عايشين في الشرق، لو كنا عايشين كاغلبيه او كنا عايشين اقليه. دور منصات التواصل الاجتماعي اللي هي قاعده في بيتنا 24 ساعه وكل طفل من ولادنا وكل واحد مننا بيخش على ثلاث او اربع او خمس او عشر منصات كل يوم بيشوف فيها اشياء كثيره جدا 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 نعرفها نحن ونستطيع ان نراقبها وفي غالبيه الاحيان لا نستطيع ان من سن الثلاث سنين انما هي... أنا ما يفطن الطفل على آآ آآ او ي... على على قدرته على متابعه الصور وسماع الاغاني يبتدي يستعمل مؤسسات التواصل الاجتماعي وغير ذلك مؤسسات بتنشئها سواء جاليات مهاجره او لا يبقى بالتالي في الغرب كل هذه المؤسسات لابد ان نستثمر فيها استثمار مجتمعي يعني ايه استثمار مجتمعي يعني نبنيها نبنيها لنحافظ على ثقافه وقيم واخلاق مجتمعاتنا المهاجره الغرب وتكون جزء قوي جدا من نسيج متميز داخل نسيج اللي هو الغرب فيتباهى الغرب بوجودنا داخل انسجته ولا يهملنا ولا يغفل عنا. بدون بناء هذه الادوار وبناء المؤسسات التي تقوم بهذه الادوار لن نستطيع ان نعمل توازن ما بين ثقافتنا في الغرب وثقافتنا في الشرق. زي ما احنا عارفين الحياه في الغرب صعبه جدا مش سهله وفي ناس بيقول لك انت عايش في الغرب والجنيه الاسترليني ولا الدولار بكذا مش عارف ايه وايه لا ما فيش حد بيحوش هنا كله بيروح كله بيروح لان في انفاقات موجوده هنا يعني هو مش موجوده في دول الشرق المشرق العربي فذلك غير كده ان سرعه الحياه عاليه جدا في الغرب اسرع بكتير جدا من سرعه الحياه في بعض الدول الشرقيه فلا بد الانسان يتوازن في الغرب بين الايه في البناء بين الالتزام بتعاليم دينه بتعاليم دينه وتعاليم الاسلام ها والتعليم والثقافة والقيم والأخلاق بتاعة المجتمعات اللي احنا بنعيش فيها. التوازن مهم جدا 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 فلذلك لذلك لذلك لذلك, لذلك وأنت تبني الأسرة اللي أنت هي أصل بناء المجتمع في الغرب ها؟ عليك او عليك ان تبنيها او ان انت تبنيها او انت تبنيها مع من تستطيع او من يستطيع ان يبني هذه المؤسسه في الغرب ويحافظ على الاسره ثم يحافظ على قيم وثقافه المجتمع الذي اتيت فيه ولا يصطدم بثقافه وقيم المجتمع التي هاجرنا اليها. فبدون زوجه تفهم معنى الاسره وبدون زوج يفهم قيمة الأسرة وقيمة المستقبل أجيال لن نستطيع أن نحافظ على التوازن إذا كنت أنت رجل من رجال العمل الخارجي تنطلق في الدعوة أو تنطلق في العمل الخيري أو تنطلق في العمل الاجتماعي أو العمل السياسي المجتمعي فلا بد أن تكون زوجتك على قدم وساق معك في الفهم فتساعدك ولن تنجح أبداً إن لم تكن الزوجة أو الأم معك في نفس الوتيره، وكانت الزوجه او الام هي التي تدخل المجتمع الخارجي وهي التي تعمل في الدعوه وهي تعمل في العمل الاجتماعي او العمل الخيري فعليك ان تساعدها. عليك ان تساعدها ولا تهملها وتهمل عملها ولا تهملك وعليك ان لما تخرج وتنخرط بالعمل الاجتماعي اللي هو الكبير ده الا تهمل اسرتك. الا تهمل اسرتك. اهمال اسرتك لن يدخلك الجنه حتى حتى ولو انجزت في العمل الاجتماعي لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع انا وانت مسؤول عن الزوجه مسؤول عن الاولاد مسؤول عن الاحفاد لن ينجيني ما افعله في المجتمع ان ضاعت اسرتي لابد ان اتوازن ما بين الاسره وبين العمل الاجتماعي او العمل في المهنه بتاعتي من اجل الترقية او من اجل الدخل يعني حيفيدني ايه دخل كتير واصبحت مثلا وزير ولادي ضايعين في الشوارع ولادي مدمنين مقدرات حيفيدني ايه من عشان ابقى وزير سبت البيت ايام وليالي وشهور ضاع الاولاد تعبت المرأة، سرقت المرأة الزوجة. خلاص لما رجعت أنت بقيت وزير، المال عمره ما هيعوض. قد كلمة أو نظرة أو حضن أو طبطبة على الكتف أو على الراس إلى آخره، أبداً. البنت تقول كان كان نفسي يا بابا تكون معانا. كان نفسي يا بابا أسألك. كان نفسي يا ماما لو كانت ماما لو بتخرج تكوني معانا عشان أترمي في حضنك واسالك وتجاوبيني كان نفسي اخد حبه حنان منكم كان نفسي بحبح مش مش افضفض واقول لكم انا عندي ايه كان نفسي اقول لكم احلامي ايه كان نفسي تنصحوني وانا واحد بيعكسني وانا مش عارف اقول له ايه او انا بكلم بنتي وبتقولي كذا كل هذه الاشياء تتاتى علينا ونحاول نوازن ما بين أسرة قوية قائمة على بناء مجتمع قوي في أم وأب زوج وزوجة والعمل الاجتماعي بتاعنا آه. كل هذه الأشياء ما أناني أنانيين بمعنى إيه أنانيين بمعنى إيه أنانيين إننا نفكر في نفسنا فقط نفكر في طموح شخصي فقط أنا عايز النهاردة أنا أستاذ مساعد في الجامعة أنا وكيل كذا أنا عايز أبقى أستاذ في الجامعة أنا عايز أبقى عميد كلية أنا عايز أبقى رئيس الجامعة وأنسى الولاد وأنسى الأسرة ما ينفعش ما ينفعش أبدا أوازن ما بين الطموح والإيمان وحب الأسرة والتوازن واللي هيساعدني في هذا الأمر إذا كان الزوج هو اللي بيسعى للخارج يبقى الزوجه هي اللي هتساعده او اذا كانت الزوجه اللي بتسعى في الخارج يبقى الزوج هو اللي هيساعدها فلذلك لذلك لابد اننا في اختيار الزوج والزوجه يكون في توافق في تحمل المسؤوليات شيلني وشيلك لان الاطفال محتاجين رعايه من الولاده الى ما بعد الزواج حتى الاطفال لما يكبروا بيكون عندهم متجوزين وعندهم احفاد هم اولادنا الى اخره بترجع البنت او بيرجع الولد يا بابا يا ماما ايه رايكم؟ لما يلاقوش بابا ولا ماما وخاصة لما يكونوا في الغرب بياخدوا افكار اخرى بياخدوا ثقافات اخرى بياخدوا قيم اخرى بياخدوا يعني قد كمان ياخدوا عقائد اخرى ولذلك ايها الشباب والشابات اول حاجه اختاروا من يستطيع ان يقيم بناء هذه الاسره في المجتمع سواء كان هذا البناء داخل مجتمع انتم فيه الاغلبيه او داخل مجتمع انتم فيه الاقليه. وحينما نكون اقليه نكون حذرين اكثر بالتكامل والتواصل بيننا وبين افراد المجتمعات الاخرى او مجتمعاتنا وبناء المؤسسات التي تستطيع ان تحافظ على الفرد المسلم لكي يبني مجتمع مسلم لكي يبني حياة مسلمة كي يبني آه مسيرة مسلمة بإذن الله سبحانه وتعالى أشكركم جميعا وأتمنى أن أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.